هاي انا شيف شاربل، عندي تحدي من اللور باك، وهلا انا وياكم بدنا نفتح البوكس ونشوف شو مخبيين له. مرحبا شيف دانيال من فريق العمل. ما بتحب البروكولي؟ التحدي هو اعداد طبق مغذي وشهي بيقنع دانيال بتناول البروكولي. بلنا التحدي. سو عندنا هلا بيض، بروكولي وزبدة لورباك، ملح وبهار. سو هلا بدي افقس البيض، وهلا بدنا نخفق البيض. إضافة زبدة لورباك اللي معمولة بمكونات طبيعية مع البيض والبروكولي حيكون طبق بشهي وفيه قيمة غذائية. هلا من بعد ما حطينا الزبدة ودابت بدنا نحط شوي بروكولي اللي أنا أوريدي سلقتها دقيقة ونص، ومن بعد البروكولي ححط البيض. وهلا السر بالسكرامبل ايج انه بدلكم عم تخلطوها انتم عم تستعملوا السباتولا كرمال تطلع الملمس تبعها كثير منيح. هلا خلص السكرامبل ايج، وهلا صار وقت السكب وتجي دانيال تدوق. هاي شيف. هاي دانيال. شو محضرنا اليوم؟ حضرت لي سكرامبل ايج مع البروكولي واستعملت زبده لورباك، وبما انه ما بتحب البروكولي فحبيت احضرها بطريقه تخليك تحبيها. يلا. شو رأيك دانيال؟ كتير طيبة. عادة أنا ما بحب البروكولي بس عن جد كتير طيبة. صحتين، هيدي زبدة اللورباك اللي عملتها هيك طيبة. Thank you chef.